السلام عليكم. إن شاء الله هنبتدي نشرح الشيت بايل. يبقى حائط رصيف اللي موجود عندي دلوقتي حائط رصيف من الشيت بايل. أول حاجة طبعا نعرفها إن الحوائط اللي انت خدتها اللي هي التساقلية الكتل بتعتمد في اتزانها على وزنها، وبتحتاج طبعا ترتكز على فرشة، والفرشة تنقل الأحمال إلى التربة، فبالتالي بتحتاج لازم إجهاد الصافي بتاع التربة الآمن لازم يكون من 20 إلى 30 طن على المتر المربع. طب لو أنا عندي التربة اللي أنا عاوز أعمل فيها الرصيف تربة سوفت كلاي، يعني سيلت أو كلاي بعمق كبير، يعني الحوائط التساقلية لو أنا جيت نفذتها على تربة من السلت أو الكلي هيحصل لها هبوط. فابتدي أفكر في نوع تاني من الحوائط اللي هو الشيت بايل. اللي قدامك ده اللي انت شايفه الشيت بايل ده عبارة عن ايه؟ شيت، كلمة شيت زي لوح، زي ورقة بيبر كده، وسمكها عشان تكون متخيل من 12 ميلي تقريبا إلى 22 ميلي، وبأشكال مختلفة زي ما كمان شوية هنعرف، اليو تايب، الزد تايب، السيركولر تايب، الفلات تايب. طيب ودي وزنها خفيف، وبعدين واتزانها بقى يتوقف على ايه؟ على نوعها، اذا كانت كابولي على عمق الاختراق، طب اذا كانت انكور شيت بايل يبقى على ايه؟ مقاومه الايه؟ الباسيف اللي موجوده عندي اللي بتقاوم الاكتيف ايرث بريشر. هنبتدي نشوف ايه اللي بيقرا. عندي الصوره دي بتوضح لي ان السي سايد ادي الشيت بايل اهو الموجود عندي، ادي الجزء اللي عندي التاني اللي هو اللاند سايد، يعني بتعمل رصيف. يعني ايه رصيف؟ سطح رأسي قدامه المينا، جزء من المينا المساحة المائية وراه الرصيف بتاعي سطح الرصيف. تعالوا نبص ايه اللي هيجرى. السي سايد واللاند سايد هنا هو برضو بلان بيوضح لك الشكل بتاعنا، ونوع الشيت بايل اللي موجود عندي ده اللي هو اليو تايب. طب تعالوا نبص ايه اللي بيجرى. ادي النوع اللي قدامي ده فلات شيت بايل، والنوع ده لا يتعرض لعزم، النوع ده لا يتعرض لعزم، ده بيتعمل بطريقه خاصه لما يكون ستريت شيت بايل. النوع الثاني اللي هو ده برضو فلات شيت بايل او ستريت شيت بايل، النوع ده بقى اليو شيت بايل ده يتعرض لعزم. هنعرف يعني ايه الكلام من ده، وده الشكل بتاعه برضو. واي بعد من الشيت بايل زي ما احنا شايفين عندي العرض بتاعه ده بي، والارتفاع بتاعه ده اتش، يبقى ده عرض الشيت بايل وده ارتفاع الشيت بايل، في طول طبعا الشيت بايل، ودي السمك بتاع الشيت بايل، الحته الزغنطوطه دي السمك بتاع الشيت بايل معايا، او السمك تيها، السمك تي بتاع الشيت بايل. قدامنا واضح الموضوع عامل ازاي، واكيد درست هذا الكلام في السويل، ولكن انا هقوله من ناحيه المواني لان لنا تفاصيل صغيره تختلف عن السويل. تعال بقى نشوف، ادي النوع الثاني ده اللي هو الزد شيت بايل، والزد شيت بايل ادي التخانه بتاعتي تي اهي، والتخانه احنا قلنا 11 مللي، 12 مللي، 20 مللي، 18 مللي، حاجه صغيره سنتي وحاجه او 2 سنتي اقصى حاجه يعني، او 1.8 معايا. والعرض بتاع الزد بايل اهو بي. طيب ايه النوع التاني؟ بوكس سيكشن، قطاع مقفول على بعض. لما اكون محتاج عندي عزم كبير بحتاج لقطاعات كبيره عشان اجيب الزد بتاع الشيت بايل او المودلس بتاع الشيت بايل. تعالوا نبصوا اهو، نوع تاني لما يكون العزم كبير بعمل الشيت بايل بتاعي عبارة عن ايه؟ سيركولر. اديك شايف، والكونكشنز اهي ما بين السيركولر دي والسيركولر دي، دي لما يكون عزم كبير. خلي بالك قد يصل، عشان تتخيل بس الشكل، القطر ده بتاع البايب ده الى 2 متر وتخانة 22 ملي، عشان انت متخيل الموضوع ماشي ازاي. اهو قدامنا اهو النوع ده
اللي هو عبارة عن سيركولر ومربوط باتنين زد شيت بايل بينهم من بعض. النوع ده عبارة عن اي سيكشن ومربوط باتنين زد جنب بعض. طبعا الانواع ديت الكبيرة زي ما احنا شايفين السيكشن هنا جنبي، الويب بتاع الاي ده كبير، ما بضطرش اعمل حاجة اسمها ويلينج، هتعرفها كمان شوية، بربط على طول الطاي، بعمل هنا مفصل جزء ده مفصل وده الطاي بتاعي. الطيرو ده عبارة عن ايه؟ قطر سيخ حديد قطر بهذا المنظر. بينهم وبين بعض زي ما انا شايف مسافة اس اس. يبقى ده الشكل العام بيوضح لي الزد شيت بايل او اليو شيت بايل او الكينج سايز الكبير كومبوزيت شيت بايل، وبينهم تاي بيشد في هذا الاتجاه، تاي بيشد في هذا الاتجاه، تاي بيشد في هذا الاتجاه، بينهم مسافة اس. لان اشهر انواع عندنا في المواني اللي هو انت عندك نوعين كستراكشر بيشتغل، كابولي او الكانتليفر شيت بايل والانكور شيت بايل. معظم شغلنا انكور شيت بايل لان الكابولي محتاج اعماق صغيره زي ما هنعرف 3 4 متر، لكن احنا مثلا عاوزين نعمل رصيف 17 متر فمحتاج ان انا اعمله انكور شيت بايل. ده الشكل بتاع الشيت بايل وربطه الفندرز فيه والجزء بتاع المدفع الرباط اللي هو اللي فوق ده. ودي صوره من موقع فعلي عشان الناس تبقى متخيله المنظر، وده الفندرز الحاميات، وده سلم سلم بحاري موجود عندي. في نوعين زي ما قلنا، اشهر نوع كانتليفر تايب وده بالاعماق الصغيره 3 4 متر، وبعد كده الانكور شيت بايل وده اشهر حاجه عندنا في المواني وده اللي هنشتغل عليه وده اللي هنصممه. انكور شيت بايل دي الاعماق كبيره زي ما انا عاوز. في نوع ثالث سيلولار تايب، سيلولار تايب برضو ينفع الاعماق المتوسطه والكبيره، بس السيلولار تايب ده الشيت بايل بتاعه اللي هو بيبقى ستريت اللي هو الفلات شيت بايل. سيلولار ده بيبقى الشيت بايل ستريت، اما الانكور والكابولي يا زد تايب يا اما اليو تايب يا اما كومبوزيت سيكشن، عشان نبقى عارفين ايه اللي بيجرى. في الدبل شيت بايل، يعني شيت بايل من الاول وشيت بايل في الاخر ورابط ما بينهم طاي، هنشوف الكلام من ده بالتفصيل. عندي ادي الاول نوع اهو كانتليفر شيت بايل، كانتليفر شيت بايل كابولي اعماق الصغيره اهو، قال لك الاعماق الصغيره اتش ديت اصغر او تساوي 4 متر يا سيدي، وتبص تلاقي نفسك محتاج عمق اختراق كبير قوي اهو. عمق الاختراق البنتنشال ديبس بتاعي وصل الى 2 الاتش، من 1.5 الى 2 الاتش. طبعا انت بتعمل لو هو 4 متر محتاج تاخد 8 متر، يعني طول الشيت بايل الاحمر ده 12 متر، والجزء ده بنسميه الهامه، الجزء ده بنسميه الهامه بتاعت الشيت بايل، وده الهاي ووتر ليفل وده اللو ووتر ليفل. ودايما ناخد المنسوب ده يا اما نص مدى المد يا اما تلتين مدى المد عشان ابعد بعيد عن الميه الموجوده عندي. اي اسئله يا اساتذه؟ يبقى انا عرفت كده اول نوع عندي كانتليفر شيت بايل، ونوع الشيت بايل ده يو تايب زد تايب كينج تايب اي نوع من الحاجات من فلات تايب. لا ما ينفعش، انا ده معرض للعزم لان هنا في قوه، هو الموجوده عندي هنا في اكتف ايرث بريشر، وهنا في باسيف ايرث بريشر، وهنا في شد على مدافع الرباط، وهنا في صدم التراكي، كل ده هيوضح لك كمان شويه. يبقى ده كانتليفر شيت بايل النوع الثاني، وده اللي بنشتغلوه وده اشهر حاجه وبيديني طول شيت بايل اقل اللي هو الانكور شيت بايل. يعني ايه انكور شيت بايل؟ الشيت بايل اللي موجود عندي اهو دقيته راسي، حدد عمق الاختراق دي، واجي عند نقطه معينه هنا اشده بطاي زي ما اتفرجتك في الصوره، طاي بينه وبين اللي بعده مسافه سبيس اس، وانت ماشي على طول كل مجموعه من الطيات في مسافه بينهم سبيسنج، شادين كلام من ده، عاملين فيكسد عند النقطه دي. طيب ده اهو الارتفاع بتاعه اصغر او يساوي 8 متر، طبعا ده ممكن اعمله 17 متر كمان. ابص الاقي بقى عمق الاختراق بتاعي كام؟ يا اما الارتفاع يا اما نص الارتفاع.
يا اما الارتفاع يا اما نص الارتفاع. ماشي معايا يا اساتذه؟ يبقى مكونات الشيت بايل ده او مكونات الانكور شيت بايل، شيت بايل هامه تاي انكور بليت ورا عشان يثبت لي القوه اللي موجوده عندي. تعالوا اتفرجوا بقى ده سيلولار شيت بايل. يبقى انا كده بقول الانواع، لسه ما اشتغلتش وما قلتش في القوه. الانواع سيلولار شيت بايل زي ما انت شايف ده معتمد في اتزانه ديفلات. يعني ايه فلات؟ حته حديده كده فراكتر ستريت. الستريت ده معتمد في اتزانه على الردم اللي جوه مش على العزم. دي لها تصميم وطريقه خاصه مش هتاخدها، دي لها تصميم وطريقه خاصه مالكش دعوه بيها. لكن تعرف شكله اهو كلها اهو، ديت الجباري بتاعه اللي انت شايفه ده، وبيتدق عليه الشيت بايل ده ستريت جنب بعض جنب بعض جنب بعض. وعشان يتزن لازم يتردم جوه، عشان يتزن لازم يتردم جوه، مش اي طاي ولا حاجه ربطاه ولا اي حاجه، ده اتزانه على ردمه. يوم يولد قوة جانبية متوزعة على كامل الدايرة تقوم تدي تعمل له اتزان. ماشي؟ ده سيلولار شيت بايل اهو تحتيك اهو. شفت انت؟ ادي الرسمة بتاعتنا وادي الردم. ولازم لما اردم اردم كل الخلايا بنفس الارتفاع، مفيش خلية تغلب خلية والا هيحصل ايه؟ تنفجر الخلية اللي موجودة عندي. وعلى فكرة الرصيف ده موجود في مينا دمياط اللي هو سيركولار تايب. مينا دمياط فيها درام تايب كمان، في جزء سيركولار تايب. ادي النوع الثاني الدبل شيت بايل. الدبل رو شيت بايل اللي هو عباره عن الاتي: شيت بايل امامي، شيت بايل خلفي، ما بينهم تاي شادد الاثنين دول مع بعض بمنتهى البساطه اهو. تعالى بقى اشتغل ايه اللي بيجرى. اول حاجه احنا اصلا في المواني هنشتغل انكور شيت بايل. طب الانكور شيت بايل ده انا اول حاجه في اي حائط رصيف بحدد حاجتين. ايه هم يا دكتور؟ اول حاجه بعرف اللوتر ليفل اللي هو منسوب الزيرو، بعرف الهاي ووتر ليفل اللي هو منسوب مدى المد. فلو كان مثلا منسوب مدى المد واحد بقت اللوتر ليفل دي زيرو والهاي ووتر ليفل دي واحد. وبعلى من الهاي ووتر ليفل إلى منسوب سطح الرصيف المسافة الرأسية دي من 1 إلى 2 متر. يعني لو قلت الهاي ووتر ليفل دي زائد 1 وعليت متر عند هذا الرصيف بقى منسوب سطح الرصيف ده 2 متر. يبقى الكريست ليفل بيساوي التايدر رينج اللي هو مدى المد زائد من 1 إلى 2 متر. طبعا من 1 إلى 2 متر دي على حسب حمولات المراكب. يعني لو بستخدم مراكب كونتينرز حاويات تقيلة هاخد 2 متر. بستخدم بضائع عامه باخد متر ونص وهكذا. معايا؟ طيب تعالى يا باشمهندس، انت في اول حاجه في اي رصيف حطيت مدى المد الخط ده والخط ده، طلعت هنا متر الى 2 متر، حددت منسوب سطح الرصيف. تاني حاجه يهمني جامد قوي من اللو ووتر ليفل لازم انزل للسيبد ليفل. قال لك السيبد ليفل لازم الدرافت غاطس السفينه زائد 1 متر على الاقل، على الاقل فروم لو ووتر ليفل. يبقى انا كده حددت المنسوب والعمق اللي هكرك لغايه عنده وهقف عنده اللي هو ده عشان السفينه ما تشحطش. طب انا هدق الشيت بايل ده عشان التربه اللي عندي ضعيفه، دقيت الشيت بايل ده يلزمني اعرف عمق الاختراق دي ويلزمني اعرف قطاع الشيت بايل زد. الله، ده انا كمان شديته بطاي، يبقى لازم اعرف القوة اللي في الطاي وقطر الطاي والسبيسنج بين الطاي. الله 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 الله. وكمان ايه ده؟ في حاجة اسمها ويلنج، مدادات بتربط. انت عندك الشيت بايل ده اتجاه طولي، ده بتربط الشيت بايل ببعضه الويلنج اللي هي ايه؟ اليو دي واليو دي باك تو باك، وهنا بينهم طاي، وده الطاي ده عشان ما يجريشي في انكور بليت وراه عشان ايه؟ القوة الاكتف والباسيف تخلي الشيت بايل ما يشتغلش. طب الشيت بايل ده هيشتغل ازاي؟ لازم نعرف القوة اللي موجودة عليه. تعالى كده خطوة خطوة. ادي الشيت بايل، ادي الويلنج، ادي التايرود، ادي الريفورس كونكريت كراون، ادي الهامة، ادي الانكور بليت او الباك انكور اهمت. تعالى تاني هنشوفه بقى ايه بقى الفورس اللي موجودة عندي. صحصح معايا وشوف ايه اللي بيجرى. لو افترضت ان كل التربة دي هوموجينيوس ونوع واحد يعني فاي اكتف، الجزء ده كله اكتف،
الجزء ده كله اكتف اهي، كل الجزء ده اكتف وعليه لايف لود، والجزء اللي بيقابله هنا باسيف وبيشده من هنا تاي. طب ايه انه ايه اخبار التاي ده؟ تعال نتكلم شويه عنه. قال لك والله الاستابيليتي بتاع الكلام من ده، الطاي عمل استابيليتي، بدل ما الكابول الديفليكشن كله هيكون في هذا الاتجاه، لا ده شد الاتجاه ده في الاتجاه ده كده. تعال نشوف. وعمق الاختراق قل والمومنت اللي على الشيت بايل هيقل. ماشي يا سيدي. الميثود اوف اناليسيس في طريقتين، ناخد اسهل طريقه اللي هي فري ايرث سبورت. احنا هنشتغل على الطريقه دي، ان هنا كان عند النقطه دي المومنت بزيرو، هنا الماكسيمم مومنت وهنا القوه دي شدته عند الطاي ايه بقى نيجاتيف مومنت، في جزء عند الطاي هنا نيجاتيف مومنت وهنا ماكسيمم مومنت. لاحظ بقى ان في ماكسيمم مومنت في المنطقه دي، لاحظ ان ماكسيمم مومنت فوق خط القاع او يعني قريبه من خط القاع معايا. صح صح. في طريقه ثانيه مش هنشتغل بيها، انت هتشتغل في حساباتك بهذه الطريقه اللي هي الفيكسد ايرث سبورت. بيفترض ان في هنج في نقطه معينه وسبورت في نقطه معينه، مالناش دعوه بيها الطريقه دي معايا. احنا هنشتغل بالطريقه السهله في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي، هنشتغل بالفري ايرث سبورت. اي سؤال؟ طبعا في بقى عشان تشتغل نوميريكال اناليسيز في البيم الاستيك فاونديشن، بيشتغل نوميريكال اناليسيز يعني تدخل الداتا على الكمبيوتر بيعمل فاينايت ايه؟ فاينايت اليمنت او فاينايت ديفرنس، مالكش دعوه بيه ده، مجرد معلومه للطلبه الشاطرين اللي هيشتغلوا في المشروع. يبقى اول حاجه عاوز احدد الفورس اللي موجوده على الشيت بايل. ايه هي الفورس يا استاذ؟ انا سامع كل الناس بيقول لك ده حائط رصيف ساند. حائط ساند يبقى معناه اول حاجه عندي اكتيف ايرث بريشر وعندي باسيف ايرث بريشر. طيب انا مطلوب مني ايه؟ احدد عمق الاختراق دي. الله، مطلوب مني ايه تاني؟ احدد الماكسيمم مومنت. وخلي بالي، صح صح، الماكسيمم مومنت عند الزيرو شير. يعني ايه عند الزيرو شير؟ عند النقطه اللي القوه، اخد النقطه اللي عندها القوه اللي على اليمين تساوي القوه اللي على الشمال. كمان شويه هنعرف الكلام ده. وعاوز اصمم الويلنج المدادات. يبقى انا كده عرفت ان انا عاوز احدد القوه على الشيت بايل، وعاوز اصمم عمق الاختراق، وعاوز اجيب الزيرو شير، وبعد كده اجيب الماكسيمم مومنت، وبعد كده اصمم قطاع الشيت بايل، اجيب المودلس بتاع الزد بتاع الشيت بايل، وبعدين اصمم الويلنج. كل الكلام من ده انا عارف انتوا عارفينه. وعاوز اعمل ديزاين للتايروت للشداد، وعاوز كمان اعمل ديزاين للرينفورس كونكريت بتاع الكراون. خلي بالك بقى، احنا هنا في المواني هنهتم بحاجتين مهمين، الديزاين بتاع الرود تاي رود، والديزاين بتاع الرينفورس كونكريت كراون. خلي بالك، لان كل الكلام من ده سبق دراسته، انك تحدد القوه، انك تعرف عمق الاختراق، انك تجيب المودلس اوف الاستيستي، وتجيب الام ماكسيمم والزيرو شير، وتصمم الويلنج. كل الكلام من ده تم دراسته في الصويل. انا بقى من هنا بقى عاوز اعرف في المواني اركز على التاي رود واركز على الكراون، عشان لما يجي للامتحان هيجي حته من الكلام من ده. ازاي اصمم تاي رود؟ ازاي اصمم كراون؟ لسه كمان ازاي اصمم الباك اب؟ الثلاثه الاخرين خمسه وسته وسبعه هم المهمين، وهم اللي احنا هنركز عليهم ونعمل فوكس في المواني على هذا الموضوع. ايه ده؟ الدكتور جايب لنا ايه ده؟ راس العفريت. بص يا سيدي، ده مدفع رباط، عشان تبقى متخيل لما اقول لك على مدفع الرباط ده في قوه 200 طن و150 طن بتشد، وبين مدفع الرباط ومدفع الرباط الثاني 20 متر، يعني المتر الطولي بيشيل 2 طن على المتر الطولي من قوه مدفع الرباط، تبقى انت متخيل هذا الشكل. متخيل هذا الشكل. طبعا ده صوره حقيقيه من الموقع، والمعمول ده من الزهر صب مصبوب بالكامل. ده بيشيل حبل بيتربط فيه بتاع المركب. طبعا اي مركب بيتربط من 6 نقط او من 4 نقط، عشان تبقى متخيل منظر مدفع الرباط. ولما اقول لك القوه على الشد على مدافع الرباط 200 طن،
والمسافة بين مدافع الرباط وبعضها 20 متر، يبقى المتر الطولي هيشيل كام؟ مش سامع حد بيقول حاجة. يعني عندك 200 طن وعندك 20 متر، سمعتش حاجة. يعني في 10 طن على المتر الطولي. طبعا احنا الرصيف ده لما بيكون حاويات، انا بقى بيكون عندي 100 طن وعندي على 20 متر، يبقى ايه اللي بيجرى؟ عندي 5 طن على المتر الطولي، 2 طن على المتر الطولي، وهكذا. عشان الناس تتخيل رصيف الشيت بايل هنشتغل 1 متر طولي منه. تمام؟ تمام اهو. حتة البتاع السودا دي ده مدفع الرباط. لما اجي اعمل كده هقول لك والله ايه الفيليال فورس، ايه القوة اللي بتعمل انهيار لهذا الرصيف. طبعا قبل ما ارسم او زي ما انتم شايفين الرسمة، هو للأسف طريقة الشرح على الباوربوينت مش زي السبورة، بس حظكم بقى. عندك الآتي، صحصح معايا، ده الهاي ووتر ليفل، ده اللو ووتر ليفل، ده الجراوند ووتر ليفل. في الشيت بايل بقى، تصميم الشيت بايل، بشتغل جراوند ووتر ليفل. جراوند ووتر بتكون ايه؟ نص مدى المد، يعني ده زيرو، ده واحد، هيبقى ده زائد ايه؟ زائد نص. بشتغل في هذا الرصيف على الجراوند ووتر ليفل مع اللو ووتر ليفل، عشان يبقى في فرق توازن ميه ما بين هذا السطح وما بين اللو ووتر ليفل. دي اول كلمه. تاني هنشتغل في الشيت بايل. طب حد يقول لي في رصيف الكتل اشتغلت على فرق توازن ميه؟ مش سامع حاجه. طبعا لا، لان في فتحات بين الكتل وبعضها من 3 الى 6 متر، وعندك الفواصل من 5 ل 7 سنتي. 6 متر ايه؟ الفواصل بين الكتل من 3 الى 4 سنتي، سنتي وليس متر. والفواصل بتاعت الدعامه من 5 الى 7 سنتي. فمعنى كده ان الميه في حوائط الكتل في الهاي ووتر ليفل ورا في الجراوند في الهاي ووتر ليفل، في اللو ووتر ليفل ورا في الجراوند في اللو ووتر ليفل، فما فيش فرق توازن ميه. اما هنا ده شيت بايل وقافل الميه، وخلال الدوسر بتاعته الحتت الوصلات تنزل شويه ميه، فعشان كده في فرق توازن ميه ما بين الجراوند ووتر ليفل واللو ووتر ليفل. دي بنشرح قبل ما نقول اي حاجه. الحته السوداء دي مدفع الرباط. تعال اهو، عملنا ايه ده؟ حطينا لايف لود 4 طن على المتر المربع او 6 طن على المتر المربع، وحسبنا الاكتيف ايرث بريشر، وده اللي هيأثر على الرصيف اهو. ده الاكتيف ايرث بريشر، ده الجزء بتاع اللايف لود، وده الجزء بتاع الاكتيف ايرث بريشر، الاثنين مع بعض اهم، ده الاكتيف ايرث بريشر. حلو قوي قوي قوي. كلنا طبعا نعرف نحسبه. تحسبه ازاي يا باشمهندس؟ هات الكي اكتيف، لو التربه دي كلها نوع واحد، كي اكتيف بتساوي ايه؟ 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، وتجيب الاي عند كل حاجه من القيمه بتاعتها. طيب مش هنخوض في هذا الكلام دلوقتي. تاني حاجه الهيدروستاتيك بريشر، جه منين الهيدروستاتيك بريشر؟ انا سامع الناس مش واخده بالها، جه منين الهيدروستاتيك بريشر؟ لسه قايلين الفرق بين ده، هشتغل على الجراوند ووتر ليفل واللو ووتر ليفل، يعني النص، يبقى القيمه دي بتساوي نص في جاما ووتر على طول في دقيقه، نص في جاما ووتر. وانا ممكن بدل ما اعملها مثلث كده اكملها لاخر كده، يبقى ده الضغط الهيدروستاتيك. كل الناس تعمله في ثانيه يتعمل. وش على اللي بعده؟ ايه ده بقى؟ حته الخط الصغيره اللي مكتوب عليه تي بي، ده اللي هو ايه؟ الشد على مدافع الرباط، اللي هو ايه؟ يا 2 طن على المتر الطولي، لان هاخد متر طولي، يا 5 طن على المتر الطولي. كل ده بتحسب على حسب قوه مين؟ قوه الشد على مدفع الرباط. انا باخد قوه الشد على مدفع الرباط بالطن، واشوف السبيسنج بتاع مدافع الرباط كام، واقسم القوه دي على سبيسنج مدافع الرباط، اعرف دي طل كل متر طولي قد ايه. تاني الامباكت فورس، يا اما ساعه التراكي الامباكت فورس، المركب وهي بتركن عملت امباكت فورس، يحسب الشد يحسب الامباكت. طبعا الامباكت فورس ما بحسبهوش دلوقتي، ليه؟ لانه عكس اتجاه قوه الاكتيف ايرث بريشر وفرق توازن الميه، فانا بسيب الايه؟ الامباكت، ولكن قوه موجوده. هناخد طبعا الشد على مدافع الرباط والامباكت فورس، وانا بصمم الست هامه دهيت. لما اصمم الجزء ده لوحده هاخد القوتين دولت مع شويه الاكتيف ايرث بريشر دول. يبقى اخد القوه اللي في المنطقه دي كده ساعه لما اجي اصمم مين؟ الهامه فقط. الله الله. اللي عمل استابيليتي بقى وما خلاش الحائط يجري عمنا مين؟ عمنا باسف.
البسف، وخلي بالي في البسف ايرث بريشر باخد نص قيمه البسف، باخد نص قيمه الايه؟ البسف، ما باخدش البسف كله. ماشي يا شباب؟ الفورس في الطاي بقى، الطاي جه الطاي دايما بحطه عند مستوى الجراوند ووتر ليفل. يبقى انا اتعلمت حاجتين، اتعلمت حاجتين بدون ارقام للاسف، بس اللي بيسجل ورايا هيعرف. منسوب سطح الرصيف انا عرفته، اللي هو بيعلى من الهاي ووتر ليفل يا متر الى 2 متر. المنسوب بتاع بدايه الهامه ده نص مدى المد او ثلثين مدى المد من تحت. لو خدت نص خلاص خد الطاي برضو نفس المستوى عند منسوب نص. ماشي يا شباب؟ يبقى الفورس في طاي دي اللي بتعمل اتزان مع الباسيف ايرث بريشر. تعالوا نشوفه. انت مطلوب منك ايه؟ تحدد عمق الاختراق وتحدد قطاع الشيت بايل. واول حاجه تعال نشوف ان انت عشان تحدد عمق الاختراق دي، عشان احدد عمق الاختراق دي، ده كلام صغير انا عارف، باخد عند الطاي دي عند نقطه ايه؟ عزم لكل القوى الموجوده عندي. اكتب ايرث بريشر في زراعها، باسيف ايرث بريشر في زراعها بتساوي صفر. تطلع لي كل المجاهيل اللي في المنطقه دي كلها مجهوله في دي، والفورس مجهول في الدي تربيع. الله، ده تطلع معادله من الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه على حسب نوع التربه. تطلع معادله من الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه، تعملها تراير وايرور. وانت عرفت سر من الاسرار، ان لو انت عارف الارتفاع ده تقريبا هيكون الارتفاع بتاع عمق الاختراق ده يساوي او نصه، فانت عارف الموضوع اهو. طلعت معادله من الدرجه الثالثه، هتحلها ب سولفد بتراي اند ايرور، يعني تفرض عمق والمعادله صفرت معاك، كان بيها تزود العمق لغايه لما توصل تجيب عمق الاختراق. انت تقدر تجيب الكلام من ده بسرعه، ان تخلي فرضك لو الارتفاع ده 5 متر خلي الدي على طول فرضك 5 متر. تقدر ايه؟ تطلع 5.2، تطلع 5.3، تطلع 6 وهكذا. بس خلي بالي بقى، ملاحظه مهمه جدا، نتيجة إن أنت ما خدتش عوامل كتير عندك، إيه اللي بيجرى؟ عمق الاختراق أهو الكوفيشن بتاع الباسيف قلنا إن أنت هتاخده 50%، ده أنا قلتها خلاص. كمان حاجة تانية، لما بتجيب عمق الاختراق دي بتضربه في 1.2. ليه؟ لأنك ممكن تكون غلطت في أي حاجة، فبتزود 20%. بتزود كام يا باشمهندس؟ 20%. يعني عمق الاختراق النظري اللي طلع متر، اضربه في 1.2 بقى متر و2، يبقى بتزوده 20%. ماشي يا شباب؟ معلش هو كله كلام نظري، ولكن تذكرة في أيام صعبة. بعد كده بقى أنا يهمني بعد كده عاوز أجيب قطاع الشيت بايل. كل الكلام من ده معلوم. عشان أجيب قطاع الشيت بايل عاوز أحسب إم ماكسيمم، وقلنا دايما بنحسب إم ماكسيمم عند مين؟ عند زيرو شير. الله، زيرو شير فين؟ هفرض كده خط. ماشي، هنا القوة دي مع تي اللي هي طن لكل متر طولي، طن لكل متر طولي اللي انا واخد من الرصيف ده متر طولي معايا. احسب دي، افرض بقى القوه دي كده اهو واي، او واي تقريبا، افرضه المسافه الراسيه دي واي، واجيب الزيرو شير، اساوي القوتين دول ببعض اجيب المسافه المقدار ده، اقدر اجيب مكان الزيرو شير، اخد عند النقطه دي ماكسيمم ام ماكسيمم للقطاع اللي موجود عندي، ياخد العزوم لكل القوى اللي موجوده عندي اهو. ات بوينت زيرو شير اللي هي نقطه اي دي، اللي هي النقطه الصغننه اي سمول، اجيب عندها وعند الواي اهي المسافه اللي كنت فارضها، اجيب عندي العزوم عند النقطه دي، تطلع ايه؟ طن متر لكل متر طولي، طن متر لكل متر طولي. يبقى انا جبت ام ماكسيم اهي، الفورس بزرعها اهي. عاوز اجيب بقى، خلي بالي، طن متر لكل متر طولي، خلي بالكم، طن متر لايه؟ لكل متر طولي يا اساتذه. يبقى الام ماكسيمم طن متر لكل متر طولي. الزد بقى للمتر الطولي، ام ماكسيمم على اف الالوبل بتاعه الستيل اللي تقريبا هنا 1.2 طن على السنتيمتر المربع. ماشي، انا باخد اف الاول بتاع البيندنج 6.10 اف اليلدنج. شوف بقى اف اليلدنج كام؟ 1400، 1600. شوف الاف اليلدنج كام، خد منها 6.10. معايا يا شباب؟ الزد اللي طالعه دي تطلع الزد سيكشن موديلس بتاع الشيت بايل. بروح بقى للتيبل واطلع اهو زد بتاع الشيت بايل،
زد لكل متر طولي، واشوف في المتر الطولي لان ممكن يكون عرض ستاره 40 سنتي، يبقى المتر الطولي في كام؟ في ستارتين ونص. ممكن يكون الستاره 50 سنتي، يبقى المتر الطولي في كام؟ ستارتين. اقدر اطلع الكلام من ده من الجداول الخاصه بتاعت ارسلور، اهي الجدول موجود جنبك. تقدر على حسب الزد للمتر الطولي تطلع السكشن اللي انت عاوزه، وتحدد من السكشن ابعاده، تحدد تخاناته، وده لتيبل مخصوصه موجوده عندنا. اي سؤال؟ كل الكلام من ده قد سبق شرحه. نيجي بقى للكلام بتاع المواني بقى. بص يا دكتور، ادي هنا الزد، وادي الكونكشن بتاعت الزد الثانيه، ده الشيت باي وهو ماشي بالمنظر ده. الله الله الله، ربطه بمين؟ عمنا الويلنج اهي، الويلنج اهي. وخلي بالي الويلنج طولها دي 6 متر. الله، ولازم تتربط بسبليت كده ما بين بعضهم وبمسامير، ماشي. وايه ده يا دكتور؟ ده الطاي اللي كنا عمالين نقول عليه الطاي، ده الشداد. وايه ده؟ ده المفصل، ده المفصل اللي موجود عندي. وايه ده؟ دي الزرجينه. انا بفرجك الرسمه عشان تبقى متخيل انت بتعمل ايه. اهو في رسمه ثانيه على ما اعتقد، ايوه اوضح. يبان هنا انواع مختلفه من الايه؟ من الزراجين ومن الايه؟ ومن المفاصل، عشان يبقى انت عارف الشكل يعني. دي زرج، دي مفصل، دي نوع من الزرجينه اهو، ده 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 ده. كل ده عشان يربط، لان الشداد ده طوله لما يطلع 20 متر مش هتجيب حته حديده كلها 20 متر، هتجيب مثلا 10 و10، فلازم يتربط في النص، يتربط في النص هنا، ولازم حاجه تربط مع الايه؟ الاثنين مع بعض. ماشي؟ اوكي ماشي يا شباب، ده الشكل العام. يبقى انا صممت الشيت باي، عاوز اصمم الويلنج والطاي. صمم الويلنج والطاي، الوقت مش هيكفي. ده بلان بيوضح لي برضو الشيت بايل، وبيوضح لي الويلنج والطاي والزرجينه بتاعتي اللي في النص اهي. بس نقف عند الحته دي ونكمل في شريط تاني. اين انت؟ السلام عليكم. هنكمل بقيه الشيت بايل بالطريقه النظر اللي بنشرح بيها دي. اول حاجه احنا عرفنا الزد شيت بايل اهو المنظر ده، ودي طرق الربط بتاعته في الويلنج اللي هي المدادات دي، المداده الويلنج اللي هم اتنين شانل باك تو باك، وده الطاي. انا دلوقتي لما كنت واخد في الرصيف كنت واخد متر طولي، يعني واخد ستارتين وايه؟ ستارتين ونص او ستارتين على حسب اذا كانت البي 40 او البي 50. طب تعالى كده خلي بالك، انت دلوقتي لما حسبت التي دي طن لكل متر طولي، يعني على الويلنج دي حمل لايف كده طن لكل متر طولي، وبين الطاي ده والطاي ده 4 بي او 4 عرق الستاره. طب نعمل حاجه مهمه قوي، كانها كاميرا مستمره ومرتكزه على الطاي هنا، الطاي هنا، الطاي هنا، الطاي هنا، وعندك الحمل طن لكل متر طولي الكاميرا دي. يبقى عندك عشان تجيب اقصى عزم عشان احمل اجيب الزد بتاع الويلنج اللي هو ايه؟ دبليو ال سكوير على كام؟ دبليو ال سكوير على 10، او دبليو اس سكوير على 10، ال او الاس اللي هي السبيسنج ما بين الايه؟ ما بين الطاي ده والطاي ده. اظن كلام بسيط. يبقى انا هجيب العزم اللي واقع على الويلنج ده، وعاوز اجيب الرياكشن ده، الرياكشن ده معروف اللي هو التي، والطاي دي شغاله نص ال من هنا ونص ال من هنا ونص السبيسنج، يبقى بتساوي التي ايه؟ التي في السبيسنج ايه؟ اس، او المسافه ال الاثنين ما بين الطاي والطاي. تعالوا نبصوا كده بالراحه اهو، هنا مسمينها اس، هناك المسافه مسمينها ال عشان الناس بس ما تتلخبطش. يبقى عندي كده الويلنج ديزاين اوف ذا ويلنج اللي هو الاثنين تشانل، الاثنين يو باك تو باك، الاثنين يو باك تو باك دول عليهم ايه؟ طن لكل متر طولي. الدبليو بتاعته بتساوي دبليو ال سكوير او دبليو اس سكوير على 10،
يبقى انا جبت الاي العزم اللي عندي اهو. تعالوا نشوفه. ام ماكسيموم بتساوي التي اللي انت حاسبها اللي هي الطل كل متر سكوير واتضربت في اس سكوير دبليو، اس سكوير على 10. جبت العزم، فاكر انت دبليو ال سكوير على 10 ودبليو ال سكوير على 12 دبليو ال سكوير على 8 اهو، نفس الكاميرا مستمره. جبت الكلام من ده، واس اللي هي السبيسنج ما بين الايه الطاي والطاي اللي بتاخد 4 عرض الستاره، اللي بتاخد 4 عرض الستاره. في ثواني على طول هقدر اجيب الزد بيساوي العزم بتاع الويلنج على 6 من 10 افريد، وعارف انا الويلنج دي 2 باك تو باك، يبقى بعد كده بجيب الزد للستاره الايه؟ للستاره الواحده. تعالى تاني، عاوز اصمم التايرود. التايرود اللي هو السبورت. التايرود اللي عندي ايه؟ التايرود بقى عندي بتوين البولر زون في طريقتين، اللي هو ايه؟ انت عندك التايرود ما بين مدافع الرباط، والتايرود بعيدا عن مدافع الرباط. دي عاوزه تركيز شويه، هنشوفها دلوقتي وهنفهم. يبقى التايرود ما بين البولر زون اللي هي الفورس بتاعتنا اللي هي التي مضروب في الاس، والاس دي بتساوي ايه؟ 4 عرض ستاره، ده شيء طبيعي. خلاص النت اريا بقى بتساوي التي الفورس في الطاي على اف الالوبل بتاع التنشن، هنا بناخده بقى 4 من 10 من اف اليلد عشان يطلع القطاع كبير. يبقى انا خدته 4 من 10 اف اليلد عشان يطلع القطاع بتاعي كبير. النت اريا ليه طبعا بناخد اريا جروس واريا نت؟ نت اريا لان المنطقه دي او الطاي زي ما هنشوفه كمان شويه بيبقى عباره عن رود، وفي حته بتتقلوص، حته بتتقلوص، فالاريا بتاعتها بتقل. يبقى النت اريا بتساوي 85% من الكروس اريا اللي هي بتساوي ايه؟ الكلام من ده هيساوي باي دي سكوير على 4. اقدر اجيب الايه؟ الديامتر بتاع الطاي اللي موجود عندي. اهو الصوره دي بتوضح لك ايه اللي بيجرى. ده الطاي، دي الحته اللي بتركب فيها المفصل، ودي الحته اللي فيها ايه؟ اللي بتعمل فيها الايه؟ اللي بتعمل فيها القلوظه، الجزء المقلوظ، ودي الترن باك اللي هي الزرجينه اللي بتربط الاثنين طاي مع بعض، وديت المفصل بتاعنا. عشان انت متخيل ايه اللي بيجرى واحنا بنحسب الكلام من ده ليه؟ يبقى انت بتحسب ايه؟ هنا حتى ال ال الحته المقلوظه معموله اكبر من الجزء الثاني يعني عشان يعمل استعواض للقطاع. ديزاين في تايرود اهو. في بقى حاجه ثانيه، عند مدفع الرباط تحت مدفع الرباط يبقى في تايرود. ركز لان الكلام ده هو اللي بيجي في الامتحان. التايرود ده بيهايند ذا بولر، تحت البولر عند الجزء ده في مدفع رباط، وهنا انت السبيسنج كل سبيسنج اس شغال طاي. تاثير بقى ده شايل قوه والفورس طاي، كمان نتيجه ان هنا مدفع الرباط هيشيل قوه عليه. دايما القوه دي لو اتوزعت عرض مدفع الرباط ده 65 سنتي، وبينزل عشان دي خرسانه مسلحه بينزل ميل تاثير القوه، ميل واحد لواحد، ميل واحد لواحد، لان المنطقه ديت الكراون اللي هي منطقه الايه؟ الهامه. وزي ما انت شايف اهو ده اللوتر ليفل وده اعلى من اللوتر ليفل، يا بنص متر يا ثلثين مدى المد اللي هو خدنا المنسوب بتاعه ده الجراوند ووتر ليفل اهو، وديت الايه؟ المفصل، وادي التيرود اهو، وادي السيرفيس ايه؟ سيرفيس ليفل اللي بيتاخد اعلى من اللوتر ليفل بمدى المد زائد 1 متر او 2 متر، وادي قوه الشد على مدافع الرباط في هذا الاتجاه. ركز معايا، يبقى تحت مدفع الرباط لو عملنا ميل واحد لواحد في الغالب، في الغالب يطلعوا 4 طاي يا 3 طاي تحتيه متأثرين، لان ده بيتوقف على السبيسنج اس دي، اس دي ما بين دي ودي ودي اللي هي 4 بي. ركز، لان دول بيحتاجوا يضاف لهم قوه ثانيه بالاضافه للفورس اللي في الطاي نتيجه الشد على مدافع الرباط، ويبقى قطرهم اكبر من قطر الطيات اللي جنبيهم يمين وشمال. تعالى تاني اهو، الفورس تحت مدفع الرباط، الطيات اللي تحت مدفع الرباط بتساوي الفورس العادي اللي هي تي طل كل متر طولي اللي عندي في الاس
معايا؟ مقسوم القوة اللي هنا على ايه؟ على 4. التي بي ديت اللي هي البولدر تنشن فورس، قوة على مدفع الرباط مقسومة على كام؟ على 4. تعال نشوف بقى نفس الكلام. يبقى هنا القوة زادت، انك خدت القوة اللي موجودة على مدفع الرباط وقسمتها على 4، ضفتها لهم، فبالتالي قطر الطاي في المنطقة دي اطلع اكبر. طبعا الكلام من ده مش هيبقى واضح بصراحة الا لما تحلوا امثلة بايديكم، او اخلي المعيد حتى يحل لكم مثال رقمي، لان الكلام النظري ده ما ينفعش 100%. يعني النت اريا بتساوي القوة على اف الالوبل بتاع التنشن اللي هي دايما بتكون كام؟ 4/10 اف ال. نفس الطريقة اللي فاتت، النت اريا 85% في الجروس اريا اللي هي هطلع منها باي دي سكوير على 4، هطلع الايه؟ هطلع الديامتر بتاعي دي. يبقى النت اريا اتحسبت من فوق، اتضربت في الكلام من ده، بتساوي الجروس اريا اللي هي ايه؟ باي دي سكوير على 4، ادتني الديامتر بتاعي دي. طبعا تخلي بالك اثناء تصميم الطاي، اثناء تنفيذه بقى، لازم الليفل بتاع الرود ده يكون مع الجراوند ووتر ليفل، يعني يكون متغرق قوي يا يكون دراي عشان ما يحصلش ان هو يصد. الطاي رود لازم نحميه بسليف بنحطوه في ماسوره بي في سي بقطر بيساوي 2 الدايمتر زائد السيتلمنت اللي بيحصل من الاحمال اللي عليه. ليه؟ عشان القطر اللي موجود عندي الطاي ده شايل تنشن فورس، ما يشيلش عزم، عشان كده انا بعمل مفصل، عشان كده بعمل ايه؟ بعمل مفصل. والترن باك لازم احطها في النص عشان اربط، وبيبقى الالوظه اليمين غير الالوظه الشمال. تعال نشوف. وبعمل تو هنج يمين وشمال عشان ايه؟ الجزء بتاع الطاي ده ما يشيلش غير قوه شد. اهو هنا بقى صوره ايه؟ صوره موضحه جامد قوي. ادي اهو الطاي اهو، مركزين عليه، وادي الطاي اهو، وادي الويلنج اهي، وادي الويلنج اهي، وادي الشد اللي ايه؟ الشد بايل اهو وهو ماشي كده. صوره فوكس جامد. ادي الشد بايل، ادي الويلنج، ادي الطاي رود اللي موجود عندي، ودي الكونكشنز اللي بتربط ما بين الويلنج والطاي رود. اي حاجه يا شباب؟ محاضرة نظرية. تعالى تاني، عاوز بقى أصمم، ودي حتة مهمة جدا، عاوز أصمم هامة الرصيف. عاوز أصمم الهامة دي، يعني إيه عاوز أصمم الهامة دي؟ عاوز أجيب السمك ده، طبعا الارتفاع أنا عرفته، يعني خدت المنسوب ده نص، نزلت عنده كده كنص سنتي تاني، نص متر تاني ولا 25 سنتي، يبقى ارتفاعها معروف. عاوز اجيب العرض ده، عاوز اجيب العرض ده. طبعا دي الهامه دي كانها كابولي، عليها شد على مدفع الرباط تلو كل متر طولي، وعليها الارث بريشر واللايف لود بهذا المنظر. الارث بريشر واللايف لود بهذا المنظر. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اهو ركزت القوه بتاعتي، جبت ذراع العزم، يبقى الفورس اللي موجوده عندي اللي موجودة ايه اللي بيجرى فيها؟ خدت الفورس اللي موجودة عندي للمتر الطولي، وقلت والله هتتركز عندي على المسافة بي اللي هي 65 سنتي زائد 2 اتش. ليه اتش؟ لان هنا هيبقى في اتش، الارتفاع ده اتش متعرف، والجزء ده محدد، الارتفاع ده محدد، والجزء ده متحدد. ليه؟ لو احنا قلنا ده نص فرضا، وديت اتنين، يبقى ارتفاعها ديت واحد وايه؟ واحد ونص. فالحمل ده اللي موجود عندي هيتوزع على العرض بي ده، هيتوزع على العرض بي اللي موجود عندي. يبقى الفورس طن لكل متر طولي وزعتها بقى بالظبط على البي، على البي دي، على العرض بي. جبت البي منين يا ابني؟
عندك 65 سنتي 65 من مية، وعندك هنا هو 1.5، يبقى ديت ايه؟ لو دي ارتفاع 1.5 يبقى دي 1.5، ودي ارتفاع 1.5 1.5، يبقى عندك 65 زائد 3 معايا. جاب الام ماكسيمم، ام ماكسيمم اهي عند الجزء ده، خد العزوم عند الجزء ده عند الطاي، خد العزوم لكل القوى اللي موجوده عنده، خد الاي في الواي، وخد التي بي اللي هو حاسبها في الايه الاتش بتاعته، وطبعا الارتفاع ال 40 سم اللي هي الحته دي، الجزء ده الجزء ده ارتفاع الحبل عن مدفع الرباط اللي هي كام؟ 40 سم في 4.10. تعال نشوفه. وبعد كده بقى جاب العزم، خلي بالي هنا بقى، صمم الهامه دي انكراك سيكشن. يعني ايه انكراك سيكشن؟ ان ده القطاع ده غير معرض للتشريخ. خد العزم ضربه في 10 على 5 وقسم على 300، ده القانون بتاع الايه؟ انكراك بتاع الخزانات، هيجيب منه العرض بتاع الكراون، والعرض بتاع الكراون ده مش هيقل عن متر. لو طلع لك متر اقل من متر انت هتعمله متر. ليه؟ لانك عندك عرض الستارتين دول على الاقل 70 80 سم، عاوز لك 20 سم يمين و20 سم شمال، عاوز لك متر وربع على الاقل. فانت كده جبت العرض بتاع الايه؟ العرض بتاع الهامه. ماشي يا شباب؟ دي الحاله الاولى اللي هي الهامه بتاعتنا كيس نمره واحد، الهامه بتاعتنا معرضه لشد على مدافع الرباط واكتف ايرث بريشر. طب الهامه دي تاني معرضه لايه؟ هنشوف اهو، معرضه لايه؟ مفيش شد على مدافع الرباط بقى، المركب امباكت فورس، ضغط نتيجه السفينه، تراك السفينه على طول الفندرز ده ال اللي هو بيبقى متر او 2 متر على حسب طول الفندرز، واكتف ايرث بريشر هنا لان مش هيلحق يتحلل ايه؟ اكتف ايرث بريشر ده عمل امباكت، الاكتف ايرث بريشر هنا عمل له ايه هنا؟ انضغط بقى ايه هنا؟ خلي بالك باسيف ايرث بريشر، باسيف ايرث بريشر معايا؟ يبقى هنا ضغط السفينه، الامباكت صدمه التراكي اللي موجوده عندي، وده باسيف ايرث بريشر. وخلي بالي ان الامباكت ده اتوزع على طول ال اللي ده متر يا 2 متر، وبرده دي خرسانه مسلحه هيتوزع ميل واحد لواحد، هيتمزق واحد ميل لواحد لواحد، يعني المسافه ديت المتاثره اكس. تعالوا نشوف كده بالراحه، برده ادي الاي باسيف موجوده عندي، الفورس اللي موجوده عندي هتتوزع على الاكس، هتتوزع على مين؟ على الاكس اللي هي ال ال انت البي الامباكت فورس، توزعت هنا الطول ده 2 متر، الاكس بقى تنزل تحت تبقى كام؟ تعرف انت المنسوب ده وتنزل بميل واحد لواحد تحدد المسافه اكس، يبقى عندك الفورس اللي موجوده عندك على المسافه الفعليه المتاثره. واخد العزم هنا للقوه اللي موجوده عندي، القوه اللي موجوده عندي اللي هي ال بي اي مضروبه في الارتفاع بتاعها اتش واحد ناقص مين طبعا؟ لان عكس القوه، الاي باسيف مضروبه في الواي ايه؟ في الواي باسيف بتاعتي. برضو اجيب انكراك العزم اللي موجود عندي في 10 اس 5 مقسوم على 300، ده انكراك سيكشن، واجيب العرض، والعرض بتاعي لا يقل عن متر. ودي اللي بتيجي في الامتحانات الحاجات دي، التو كيسز بتاعت الهامه او الطاي، التو كيسز بتاعته اللي هو تحت المدفع الرباط مباشره وبعيدا عن المدفع الرباط اهو. طبعا لازم تكون اكتر من متر، احنا قلنا لانه احنا قلنا العرض ده على الاقل 40 سم، 40 سم ده 80، وعاوز لك 25 و25 يبقى انت عديت المتر وربع. ماشي؟ طبعا الاريا ستيل بجيبها، اقدر احدد الاريا ستيل بتاعتي من الخرسانه. تاني حاجه في الطاي، فاضل لي في الطاي بس حاجه واحده، ان انا اجيب الطول بتاع الطاي. الطول بتاع الطاي هنا بيعمل لي حاجه، الاكتف ايرث بريشر باجي عند نهايه العمق بتاعي دي واعمل الاكتف، باخد 45 زائد فاي على 2. لو انت في اكتر عندك التربه دي اكتر من نوع تربه، ممكن الخط ده عند فاي 1 يقف 45 زائد فاي 1 على 2، عند نوع تربه ثانيه يبقى 45 زائد فاي 2 على 2 وهكذا، او 45 زائد فاي افريج على 2 ممكن اعملها واعمل اكتف ايرث بريشر بهذا المنظر. ده مستوى الاكتف. باجي هنا مع التقاطع ده مع عمودي يبقى ده مستوى الباسيف، يبقى ده 45 ناقص فاي على 2، ده مستوى اول ما تعمله عمودي هو ده المستوى بتاع الباسيف اهو. وده باخد من عند البدايه هنا من عند الحفر
الانجل اوف ريبوز اللي هو الفاي ده الباسيف اهو، عملنا الباسيف. نيجي بعد كده الانجل اوف ريبوز اللي هو الفاي ده، ببعد عن منطقه الباسيف دي من هنا من عند النقطه دي متر او 2 متر، وابتدي احط بعادي الانكور بليت بتاعي، ابعد عن النقطه دي من متر الى 2 متر واعمل انكور بليت بتاعي. طب الانكور بليت بتاعي ده ببساطه الشد تي طل كل متر طولي، وعندي بليت، البليت ده ممكن اعمله من الخرسانه المسلحه، ويفضل يكون من الشيت بايل. بقيه الشيت بايل اللي بدقه قدام ممكن يتبقى 100 3 متر 2 متر، اخدهم احطهم ورا بهذا المنظر. القوه بقى اللي بيتعرض لها الانكور بليت اللي هي الاتي، اكتف ايرث بريشر، باسيف ايرث بريشر، اكتف ايرث بريشر وباسيف ايرث بريشر، وده الشد تي. هنا بقى الاكوريبرم بتاعي باخد الفاكتور اوف سيفتي ايه 2.5، ببتدي اشوف ايه اللي بيجرى. طبعا الجزء ده ببعد عن السطح على الاقل 50 سم، اللي هي تي 2 دي ببعد 50 سم. باخد الاي اكتف، هنا بحط لايف لود اهو في الجنب الاكتف، باخد الاي باسيف على الاي اكتف وداخل فيها اللايف لود، لازم اسوي ايه؟ فاكتور اوف سيفتي 2، اطلع المجهول بتاعي اللي هو الاتش اللي هو الفرق بين تي 1 وتي 2. ماشي معايا؟ بجيب تي 2 وبعد كده ممكن ايه اطرح منها تي، بجيب تي 1 واطرح منها تي 2 اللي هي نص متر، ويبقى جبت ايه الارتفاع البليت اللي موجود عندي. طبعا دي طريقه محتاجه شويه شغل بسيطه اهي. بجيب الايه وبعد كده بجيب الايه المسافه من هنا لغايه هنا اللي هي دي. ادي الشكل بتاع التفاصيل بتاع الانكور شيت بايل، احنا شفناها كويس، قلنا هنج، قلنا تيرن باكيت اللي هو الزرجينه، بيعمل هنج تاني، وبعدين بيعمل ايه الانكور بليت، ويفضل نكون انكور بليت من الشيت بايل احسن لنا وافضل لنا. طبعا ده كله نظري، المفروض يتبعه مثال تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي المعيد يحل لكم المثال نظرا لضيق الوقت اللي موجود عندنا دلوقتي. اوكي بيا مستو.